هل إقامة الحلقات للتعريف عن الشيخ المتوفى وذكر فضائله والاجتماع وإقامة المحاضرة في مسجده يعد من النياحة؟ يعد هذا مما لا يجوز، هذا العمل، هذا لا يجوز، هذا العمل يدعى له، الدعاء يدعى له، أما أن يقام في مسجده، يقام في مسجده حفل ويثنى عليه، هذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم، هذا يعتبر من الغلو في حقه. نعم.